المغرب سيد الكريم إن شاء الله من المغرب. طيب تفضل أخونا أنت اللي قلت أنا أنتظر تفضل. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام حضرات نبدأ بآية كريمة تقول وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صدق الله العظيم. تمام. أنت سيد الكريم أنت وكثير من شيوخنا الكرام ومن الأساتذة الكرام تودون أن ترجعوا بعقولنا إلى 1400 سنة في اختلاف فلان واختلاف فلان ونحن نموت ونقتل. أنا ماذا ينفعني هذا الجدال؟ أنا حابب أسألك سؤال. ما بني على باطل فهو باطل. أنا حابب أسأل السيد وعد سؤال. تقولون أنه آل البيت لهم الوسيلة. أول شيء سني ولا شيعي؟ أنا قرآني. شنو يعني قرآني؟ كل أنا قرآني. قرآني قرآني أؤمن في القرآن فقط. وإذا أتى أي تيني صلاة الصبح ركعتين من القرآن يعني تصلي. تيني صلاة خليني أكمل لك. تيني صلاة أنت لا تنهي. أنت ما تخليني أسأل. بعد ما أسألش أسألني عادي. بعد ما أسأل حضرتك أسألني. تفضل ادخل بالسؤال مباشرة. تفضل مباشرة راح أدخل لك. اليوم قضية الوسيلة 25 إلى 30 مليون يذهبون إلى أماكن الدعاء ويدعون الأئمة ويقولون يا ربي هذا البلد نحشيه بالعامية. يا ربي خلي هذا البلد أمان وبعدنا أولاد الحرام وبعدنا. ونفس القوة الحاكمة السياسية يذهبون ويدعون. لماذا يستجاب لهؤلاء وما يستجاب لهؤلاء؟ تفضل. يستجاب. أنتم كنتم على حق. يستجاب لمن؟ تمام. يستجاب إذا 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 تقولون إنه من خلال آل البيت. تمام. لحظة أصبر. تقول لماذا أداة استفهام يستجاب لهؤلاء؟ مين هؤلاء تقصدوا؟ مين هؤلاء؟ هو السياسية بالعراق استجاب. أيضا يزورون يطلعون يطلعون يجون يزورون. لا لا استجاب لهم إيش يعني؟ لماذا يستجيب الله للقوى السياسية؟ لا أنا أقول الحكومة الموجودة في العراق تدعي بأنها من مصيرة لأهل البيت وحكومة إسلامية دينية. تمام. أحزاب دينية. الشعب يروح يدعي والحكومة نراهم بعيونها يدعون بس الدعوات باقية لصالح القوى السياسية والشعب منها. شنو لحظة إنه الله استجاب للسياسيين وترك الشعب قصدك؟ حسب كلامكم. حسب كلامكم أنا ما تكلمت. أنا ما تكلمت أخونا. أنت شفيك أخونا؟ حسب كلامكم إنه لا حسب كلام المذهب أخي. أنا ما أتكلم عن هذا. يا مذهب وين الطين الطين الرواية اللي تقول ها؟ المذهب الشيعي يقول ممكن. اليوم شو الشغلة هذا؟ أخونا 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 الرواية عندنا تقول إنه عندنا رواية إنه الله استجاب للحكومة العراقية وترك الشعب. هاي رواية شنو؟ لا الرواية يقول إنه ممكن تدعون الله من خلال أهل البيت وسيلة. إيش جاب الآن جابنا على العراقية و... أنت لا تشبيك يا أخونا. أنا أقول لك 40 مليون يدعون الله لأجل العراق من خلال أهل البيت في الزيارة. لماذا لا يستجيب لهم؟ يستجيب لهم في ماذا؟ في ماذا يستجيب لهم؟ فإن يكون أحوال العراق أحسن. أحسن إلى لحظة أحسن إلى ماذا يعني؟ شي يصير عندهم مثلا؟ يصير عندهم أمان. يصير عندهم في أمان. لا هاي الحكومة هدوء نقطة نقطة بابا نقطة أصبر. أنت لما تقول يصير عندهم أمان أنا أعرفك. يصير عندهم كذا نقطة الآن الشيعة في كربلاء في النجف عندهم أمان. الله وكيلك النجف من بدت هذه الأحداث آمن. البصرة آمن. العمارة آمن. أنا رحت قبل يومين مش قبل يومين قبل أسبوع كنت بكربلاء أمشي بطولي أمان كل شيء ما عندنا.
أن أنا أقصد في الأمان إنه الشخص يأمن على روحه، يأمن قوت شخصه. أنا رحت يأمن على أطفالي. إيه أنا مأمن على، أنا رحت أنا وأطفالي وهذا سيد ميثم كانوا يعني نمشي بالشارع وأطفالنا أمان، ما في أي شيء. وهاي المجاعة منين؟ لا يأمن على قوت أطفاله. أصبر أصبر أصبر، الآن انقلبت من الأمان إلى المجاعة. وين يريد يوصل يعني معتقد الشيعة أخونا القرآني 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 جينا ورخصتك أخونا تسمعني طيب الآن إلى أنه معتقدنا باطل، لماذا؟ لأننا ندعو فلا يستجاب لنا، صحيح؟ هذا بناء على قولك. طبعا أكيد. طيب الآن المسلمين أيضا بالملايين يدعون الله تبارك وتعالى، يا رب وحد كلمتنا، يا رب انشر الإسلام، اجعل كلمة الإسلام العليا، وما كلمة أمريكا هي العليا. إذن الله باطل، لأن المسلمين يدعون في الحج، يدعون على عرفة وما يستجاب لهم، إذن الله باطل، الله ما موجود. هؤلاء هم سنة ونفس الطريقة. الله يقول قل اعملوا، ما قال ادعوني فقط، قل اعملوا بالعمل بالإنتاج تبني الدول. وليش قال ادعوني استجب لكم؟ ليش قال ادعوني استجب لكم؟ أنت فاهم الدعوة غلط. الدعوة غلط. مو أنك ترفع. ليش أنا فاهم أخونا؟ ليش أنا فاهم الدعوة خطأ وأنت فاهم الدعوة صح؟ شنو؟ تعال بيني وبينك اللغة. شنو الدعاء لغة؟ تفضل. الدعاء. أنت ما تأخذ الكلمة، أنت تأخذ لا يفهم نص اللغوي إلا على نحو يقتضيه العقل. إحنا نأخذ الجملة كاملة. لحظة. يعني أنت تقول لا يفهم النص اللغوي إلا ما يقتضيه العقل، يعني العقل هو الحاكم. العقل هو الحاكم. طبعاً لأن الله يخاطب العقل. أكيد. الله يخاطب العقل. يعني أنت الآن. أنت الآن تصلي صلاة الظهر 4 ركع بالعقل لو بالشرع؟ لا طبعا بالعقل مش بالشرع. شلون بالعقل 4 ركع؟ شلون قسمت بالعقل الصلاة الظهر 4 ركع والعصر 4 ركع عقلا؟ انا رايت ابي يصلي هكذا، وابي راى ما قبله، وابي راى ما قبله، وابي راى ما قبله، وتواتر. اي اعرف اخر واحد اللي اخذنا منه الاربعة منه من الرسول عليه الصلاة والسلام. لا تشكر. لا. أجينا سؤال بريء، سؤال بريء وشفاف. أقول سؤال. القرآني. سؤال بريء وشفاف. الله سبحانه وتعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. أريد ترد للرسول. وين تلقى الرسول ترجع له؟ هاي آية قرآنية وأنت قرآني. ردوه إلى الله. أنا أقول لك أنت الآن قبل هذا لما قلت انتهينا إلى الرسول، إذن ما أخذت من القرآن وإنما أخذت من النبي صلى الله عليه وآله الصلاة، تقر؟ لا أخذت من القرآن. أنت مو الآن قلت أمام الجميع إنه عقلي قال لي صلي خلف أبي وأبي خلف أبي وهكذا إلى أن وصلنا إلى النبي، إذن أخذت من النبي. شكرا لك أخونا، الله يبارك فيك. شكرا لك. تفضل أخونا. شكرا. أخذت من القرآن. شكرا لك. تفضل علي العراقي.